اهلا بكم مشاهدينا من جديد وفقرتنا عن التغذيه. طبعا بنحاول نعرف اهم النصائح لتغيير اللايف ستايل الغذائي بكل الناس. ازاي نعرف ونفهم اهميه العناصر الغذائيه المختلفه للجسم وازاي كمان نستفيد بيها؟ وبالتحديد هنتكلم النهارده عن السكر. هنعرف ايه البدائل لتفادي الاضرار او ربما المضاعفات اللي بتسببها السكريات، وهل السكريات او الحلويات وحب البعض الكبير جدا ليها ممكن يكون ادمان؟ ده خطر على الصحة ولا لا؟ علاقته إيه بمعدلات السمنة؟ كل ده هنعرفه إن شاء الله من خلال ضيفتنا دكتور شيري نبيل، أستاذ بكلية طب القصر العيني. وطبعاً هنستنى تليفوناتكم أكيد عشان تكلمونا وتتواصلوا معنا لو عندكم أي أسئلة أو استفسارات إن شاء الله. أهلاً بيك يا دكتور شيري. أهلاً بيك. صباح الفل على حضرتك. صباح الفل. النهاردة الحلقة دي حلقة سكر وهنتكلم فيها عن السكر. في ناس هتبقى حذرة جداً وهي بتسمع بقى، منتظرة حاجات معينة هتتقال. هل إحنا هنمشي في السياق الطبيعي؟ ولا ممكن يكون عندنا معلومات مختلفة عن السكر، عن أضراره، عن فوائده، عن بدائله؟ إزاي ده ليه علاقة بصحتنا العامة بشكل كبير، مش بس تغذية أو حتى سمنة ونحافة؟ هو الحقيقة السكر قضية مهمة جدا، لأنه على قد ما احنا كلنا بنحبه جدا جدا، وعلى قد ما هنعرف ده برضو بيصل لحد الإدمان، إلا أنه في الفترة اللي فاتت اكتشفوا أنه يكاد يكون المتهم الرئيسي في كل المشاكل السمنه والتغذيه بتاعتنا. بمعنى ايه؟ في الثمانينات والتسعينات لما جم قالوا انه مشاكل كل الحاجات، بلاش الدهون بلاش الدهون، وهي اللي بتسبب امراض الكبد، الامراض القلب والضغط، ابتدوا تلاقي كل الحاجات خالي من الدهون، فات فري فات فري. في الوقت ده عملوا احصائيات لقوا ان على قد ما الاكل بقى خالي من الدهون، الا ان امراض السمنه والسكر زادت جدا جدا جدا، وامراض القلب. يعني هنا الدهون براءه، الدهون براءه الى حد ما. وان المتهم الرئيسي ابتدى بقى، والموجه دي بقى لها 10 او 15 سنه، ابتدى لدرجه ان هم عايزين يعملوا ان هو زي كده مع التدخين، ان زي ما على الحلويات ان السكر ضار جدا، زي مع التدخين علب سجاير ان التدخين ضار جدا مساحه، من كتر ما مخاطر السكر بقت مثبته ومعروفه. طيب اسبابها ايه الاول؟ وعرفوها ازاي ونعمل ايه؟ صح كده ولا ده المطلوب؟ طيب اول حاجه اسبابها ايه؟ يعني ليه السكر متهم اساسي وبيعمل ايه؟ عشان برضو لما نيجي نبدله او نشيله نبقى عارفين ان احنا دي المخاطر اللي احنا ورايحين فين نمنعها. بالظبط كده. اول حاجه ان السكر لما بيمتص بسرعه، احنا عارفين ان هو اتكلمنا قبل كده برضو انه جلوكوز، وبيمتص بسرعه بيطلع هرمون الانسولين. الانسولين ده مشكلته ايه بقى؟ مشكلته حاجتين. اولا بياخد السكر يخزنه في شكل الدهون، والدهون بالذات اللي حوالين الوسط او الكرش البطن دي، ودي اللي هي اكتف ونشطه وبتسبب امراض القلب والسكر والدهون الثلاثيه. يعني هو بيتحول لدهون، بيتحول لدهون بالظبط كده، وفي مناطق معينه اللي بيكون صعب نزولها الى حد ما. بالظبط. صعب نزولها، ومش مساله شكل بس، هي مضره. هي طبعاً. الدهون دي مرتبطه بامراض السكر، دهون البطن هي المرتبطه بامراض السكر والقلب والضغط. فهي مشكله السكر ان هو بيبقى بثلاثيه الايض دي، او انه بيطلع الانسولين ويخزنها. بعد شويه الانسولين بيتعب. ليه بيحصل كده؟ ان الانسولين بيتعب زي اي حاجه، زي اي حاجه بتتعب، ويبتدي ندخل في امراض السكر. هل ليه تاثيرات اخرى؟ ليه تاثيرات على حاجات كتير جدا. يعني مثلا الذاكره، لقوا ان في بعض الحاجات اللي بتخلينا نركز، مواد زي بي دي ان اف، ده حاجه مهمه قوي لتستيف المعلومات والذاكره. السكر الكتير بيأثر عليها، ومرتبط جدا بالالزهايمر، امراض المناعه، في حاجات كتير جدا جدا اثبتوا ابحاث كتير قوي. يعني كل ده مثبت بقى يا دكتور؟ مثبت خلاص. البشره، يعني مجرد ان احنا هنبتدي ناكل احسن او نقلل نسبه السكر، انت تلاقي ان انا بيجي العيان اول ما تبتدي تاكل اقل في السكر، اقول له انت عملت ايه في وشك؟ يعني بشرتك اتحسنت ازاي؟ حاجات كتيره من هذا القبيل. فاحنا النشاط، يعني دايما الهمدان والانتفاخ و كل ده بيتحسن جدا جدا اول ما نقلل السكر. مشكله ان السكر موجود في حاجات، احنا دايما مثلا يقول لا انا ما باكلش سكر خالص، ده يا معلقه الشاي دي. السكر موجود في حاجات احنا ما نتخيلش انها موجوده، في صلصه الطماطم، في كميه سكر مهوله. في الحاجات اللي احنا دايما حاسين ده انا كده باكل صحي قوي، جرانولا وزبادي، وده انا بقيت حاجه هايله. كميه السكر اللي في الحاجات دي عاليه جدا. المشروبات طب هنا ست البيت تنتبه، لان هي مسؤوله عن القصه دي في البيت. كميه السكر اللي بناخدها في المتوسط
في المتوسط مثلا احنا يعني وان كان مجازا نقلل بس 6 معالق مثلا المفروض في كل، هي مصدرها مش 6 معالق اللي بحطهم على الشاي، هي 6 معالق كولكتيفلي يعني من كل الاكل. فانت هتلاقي عصير فيه سكر طبيعي اه بس ما هو سكر زي ما بقول لك الحاجات السيريالز. فانت المتوسط الفرد بياخد 30 جرام يعني 5 اضعاف او 6 اضعاف اللي هو المفروض ياخده. المشكله ان لما تكتشف كميه السكر بتذهل، ان انا ما باخدش كل ده، انما الاجمالي جاي لي من حاجات كتير، جاي لي من حاجات مش السكر كتير. بشكله الرسمي او الطبيعي بالظبط كده. يصح ان احنا برضو نعرف نقرا المكونات اللي على الحاجه عشان نعرف هو كميه السكر اللي فيها قد ايه.